الان في اي مكان يسولف يعني على ما اطول الاذان يعطيني معطينك قاضي يطمر نفداك نفداك خليني اشارك خلاص بس خل لا اسمع ما نمرني مثلا الحين مثلا الحين احنا الحين 90 يوم 90 يوم لازم نحن نتكلم مع بعض صح. لازم نحن نتحدث لازم نحن يا اخوي نشوف ايش العلوم صح ولا لا هذه قبل انتخابات كلها نشوف يعني ها نشوف على شان ردة فعل الحين بس اسؤال هم حاطين قاضي فهمت علي شكل شوي يقطعون هرجك ترى ما يمشي حاطين قاضي يقولون العلم اوكي قبل السالفه واحد يبي يشبها بينكم قرب تكفون جملون انت ابو عبد الله خلاص ابو عبد الله ما عليك منه هو يتسامح يوم ما بعد ثبت للمنصب ما بعد ثبت للمنصب للحين القاضي يا ابو عبد الله ترى ميزه القاضي يعني وهو فعلا يستحق اشياء اول شيء هو ما يتحاكى كثير والله هو يسمع كل الاطراف ليش يا ابو مشعل ان الله سبحانه وتعالى خلق له اذنين الله ميزه الله ميزه يعني انصت اكثر من مكرم بامانه هم يدقون فيك انا اعلمك بصراحه انصت اكثر من مكرم الله ميزه بين المجموعه الرجال يسمع الاطراف يسمع الطرف الاول يسمع الطرف يقول لك هي هو يمدح بس انا عمك عليك جسلم يقولك هم قاضيين واحد في الجنة واحد في النار أنا شكر الرجال أنا في النار أنا معك لا 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 هو هذا قاضي في الجنة وقاضيان في النار لا تفتي لا تفتي لا تفتي خلني معك خلني معك قاضي خلني معك سوا 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 اثنين فلا أجر وإذا اجتهد بأخطأ فلا أجر هذا المجتهد ان شاء الله ان الرجال ذا مجتهدون طيب احنا ما ندري لا لا مجتهد مجتهد انا بعلم ببصك ماني بعلمك انا منك اتعلم لا 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 علم بعد لكن قصدي انا يعني بعلمك باللي في خاطري اسلم الربع ذولا الربع ذولا دائما مشاركيننا بالعلوم الطيبه انت سمعت احنا 90 يوم لازم احنا نشوف ايش العلم ايش الاخبار مثلا الرجال ذا ماخذ الملخص رياضيات كل الليل يعطينا منه يعني احنا جالسين مع بعض والله لا بلدي ولا ذي ولا ذيك صح ولا لا طبعا استفدت منه ولا لا استفدنا منه استفدت ولا لا المشكلة احنا نسمع قصيدته غصب خايفين منه اسلم بدايه تقول بنجلس 90 يوم ايش دراك انك تجلس انت هذا سؤال وجيه نعم دائما يلا دائما الانسان ايش يكون متفائل بالخير يكون متفائل صحيح الين اما يظهر منا ويدخل في ذا البرنامج ولا يظهر مع الباب اللي دخلنا معه واحتم منها صح لا ما ادري هو ما الباب اللي دخلته معي يمكن ما تظهر معي في باب ثاني لا في باب ثاني باب تدخل ما يطلع باب ثاني في باب سامل بس يا ابو عبد الله قبل البرنامج هذا وقبل الامور هذه حنا مؤمنين يعني على كلام الشباب يعني نحن او حنا او انا حن انت حن ديتسن ذكرني بديتسن حقت ضارب شوطه بليتين كل ابونا مؤمنين بالقضاء والقدر انت مثل ما دخلت بتطلع سواء انك ناجح انت ناجح على كل حال احنا اجتماعنا مع الرجال كلهم هذا نجاح اكيد وجودك مع اخوياك هنا هذا بحد ذاته نجاح نعم وانت مميز وناجح هاي ايش رايك على هذه النقطه شبيت لهم ضوء جلست انفخ 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 ما عاد احتاج ارقد نشمي راح علشان اجملهم عشان اجملهم جمل دايه يا ويلكم لا تخليهم شوف تراهم بعد تحت الهواء اي تصرف معه هذا نحن من هذا خله عندك خلي برا طلع برا والله ما احتاج والله معه والله اني اشوفك ان شاء الله بالنهايه باذن الله كلكم والله تستاهل اسال الله ان يوفق والله كلكم تستاهلوا طيب نبي احمد السالم يا جماعه يسمعنا شيء يهدي الوضع انا حسيت الموضوع اشتط